مرحبا مشاهدينا ومتابعي جريدة بريس تطوان. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو موضوع شائك وحساس هنا في مدينة تطوان، واللي هو موضوع حافلة النقل فيتاليس. موضوع اليوم فيه رئيس المجلس البلدي محمد الدعمار، فيه حافلة النقل فيتاليس، فيه الساكنة تطوان بصفة عامة، وفيه بصفة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. موضوع النقل الحضري اللي رجع حديث العام والخاص هنا بمدينة تطوان، واللي تم التداول ديالو في قنوات عمومية هنا بالبلاد، خرجوا لنا الساكنة الاحتجاج، وصلت الرسائل في جل أركان المغرب، ولكن رئيس المجلس البلدي اللي هو رئيس لجنة التتبع والمشرف الرئيسي على العقد اللي تم إبرامه مع شركة النقل وطلع على دفتر التحملات لم يحرك في الأمر ساكنا. هنا كنطرحوا تساؤلات سي محمد الدعمار، علاش ما بغيتيش تهضر في موضوع حافلة النقل اللي كيخص مدينة تطوان، واللي انت المسؤول المباشر على كل ما يخص الناس ديال المدينة. السيد محمد الدعمار، بغينا غير نعرفوا واش كتمارس عليك شي ضغوطات من طرف جهات معينة باش ما تدخلش في هذا الموضوع ديال حافلات النقل؟ واش كتخاف على المنصب ديالك في حالة ما تدخلت على الموضوع؟ واش ما كيهموكش الناس تطوان؟ واش ما كيوصلوكش الأخبار الساكنة في هذا المشكل ديال حافلات النقل؟ واش ما كتشوفش في الفيسبوك وفي المواقع الإعلامية ما يصول ويجول في المدينة من منع الأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ومؤخرا كانت وقفة في المجلس البلدي قرب المقر ودخلتي وكل شيء على عينك، ومع ذلك لم تحرك في الموضوع ساكنا. هذه الأسئلة نتصلوا برئيس المجلس البلدي ونشوفوا الرأي ديالو فاش غيفيدنا، شني غادي يقول في حالة ما رد علينا. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السي محمد الدعمار، كيف انت؟ بخير صحيحة؟ الحمد لله سيدي، الله يجزيك. معك رشيد الشوم، جريدة بريس تطوان الإلكترونية. نعم سيدي، مرحبا. كنصوروا واحد الفيديو خاص على المشكل. الله يجزيك بخير، انا داخل دابا المسجد الصلاة المغرب وصلي وانا اتصل بك. شكرا جزيلا استاذ محمد، اتصلوا بك من بعد. بعد مرور ساعة من الزمن نعاودوا نتصلوا برئيس الدعمار. عدو اتصال. الرئيس ما كيجاوبش على التليفون. وكما شفتوا اتصلنا برئيس المجلس البلدي، اعتذر لكونه داخل المسجد، ملي عاودنا الاتصال ربطنا به ما بغاش يجاوب علينا. اذا هنا كاين علامات استفهام، علاش وكيفاش ولماذا وكيف ومتى ولعل. هذا المشكل حافلة النقل اللي تداولوه برلمانيين عن مدينة الفنيدق في واحد البرلمانية مشكورة، لكن برلمانيين مدينة تطوان ما هضر حتى شي واحد، وعلى رأسهم سيد محمد الدعمار. هذا المشكل اللي كيتمثل في ان الشركه عملت حواجز حديديه كتمنع اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه من صعود الحافلات، اللي هو حق طبعا مشروع. الغريب في الامر هو ان الشركه في الصفحه الرسميه في الفيسبوك مصوره حافله ومع ولوجيات خاصه باصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن ما مصوراش الحدايد، وديك الشيء في ارض الواقع ما كاينش. هنا كنتوجه السيد محمد الدعمار رئيس المجلس البلدي باش يخرج عند الناس، باش يتحاور مع الناس، باش يتحاور مع الشركه، يدخل في الموضوع لانه كيهمه بالخصوص بانه المسؤول المباشر على كل ما يضر سكان مدينه تطوان.